مشاهد من جنازة الفنان أشرف مصلحي انهيار منال الصيفي. أسرة الفنان الراحل أشرف مصلحي تستقبل العزاء اليوم في مسجد المشير طنطاوي. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. أشرف زكي ينعى الفنان أشرف مصلحي ويعلن عن موعد العزاء. نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف مصلحي عن وفاته في عمر 49 عاماً، مضيفا أن اليوم شهدت جنازته أكثر من 250 سيارة في مشهد لم يراه من قبل في المقابر. وأثناء دفن أشرف مصلحي فهم من أحبائه وأصدقائه الأوفياء. وغيب الموت الفنان أشرف مصلحي عقب صراع مع مرض السرطان الخبيث استمر لمدة 3 سنوات. اتمكن المرض من الفنان الراحل في آخر أيامه حتى هزمه بعد أن ساءت حالته الصحية وتوفي داخل المستشفى. جاء خبر وفاة مصلحي بمثابة صدمة، وحرص عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على نعيه بكلمات مؤثرة. مشاهد من جنازة الفنان أشرف مصلحي انهيار منال الصيفي. لحظة صعبة عاشها أقارب ونجوم الوسط الفني خلال تشييع جنازة الراحل أشرف مصلحي الذي توفي مساء أمس بعد صراع مع مرض السرطان. سيطر الحزن على الجميع. في عام 2022 سيكون متوسط دخلك من العمل المنزلي. كما ظهر الفنان ماجد المصري وحمادة هلال خلال الجنازة وهما يواسيان أسرة الفنان الراحل أشرف المصلحي. وحرصت الفنانة إلهام شاهين والفنانة دينا فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد الشامي ويوسف الشريف على حضور جنازة الفنان الراحل. وأيضا حضر الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في الجنازة. أسرة الفنان الراحل أشرف مصلحي تستقبل العزاء اليوم في مسجد المشير طنطاوي. تستقبل أسرة الفنان أشرف مصلحي الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض العزاء في الراحل مساء اليوم الثلاثاء في مسجد المشير طنطاوي. وحرص على حضور جنازة الفنان أشرف مصلحي أمس من مسجد المشير طنطاوي كل من الفنان أشرف زكي، روجينا، ماجد المصري، ميريت عمر الحريري وماجد زكي، والمخرج علي إدريس، وزوجته الكاتبة زينب عزيز، وأمل رزق، والمنتج جابي خوري، وأسامة منير، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد جلال، ومنال سلامة، ويوسف الشريف، وسلوى، علي ومحسن بغدادي، وإلهام شاهين، ويسرى اللوزي، ودينا فؤاد. ولم يقتصر نجاح الفنان أشرف مصلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التلفزيونية، حيث قدم فريسكا، قضية رأي عام، في إيد أمينة، تاجر السعادة، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل جمال الحريم. شاهد عادل إمام في عزاء الفنان أشرف مصلحي. غيب الموت الفنان أشرف مصلحي صاحب 49 عاماً بعد تدهور حالته الصحية لإصابته بورم خبيث في المخ. وفي أواخر أيام الفنان الراحل أكدت زوجته المخرجة منال الصيفي أنه لم يعد يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، نظراً لكونه كان يعاني من نوع نادر من الأمراض السرطانية التي لا يمكن السيطرة عليها. ومكث آخر 24 ساعة في حياته ساكنا بغرفة العناية المركزة إلى أن توقفت عضلة القلب. وبعد رحيله نستعرض ومضات وجوانب من مسيرة أشرف مصلحي الذي كان يشغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية. وفاة الفنان أشرف مصلحي بعد صراع مع المرض. توفي منذ قليل الفنان أشرف مصلحي وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكانت قد كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصلحي تطورات حالته الصحية،
وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد: حالته لسه زي ما هي، والدكتور قال لسه ما فيش أي تحسن. تابعت: هناك الكثير من أصدقائه في الوسط الفني يدعمونه معنويا، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال، وكان أبرزهم محمد هنيدي، ولكننا رفضنا لأننا مش محتاجين، الحمد لله. وقال حسن عيد في منشور على موقع إنستغرام: أرجو الدعاء لأخوي المحترم أشرف مصيلحي، ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة، شهادة من الجميع طيبة وجدعنة، وما حدش شاف أي حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة، ربنا يشفيك وطمنا عليك يا محترم في زمن اللي فيه المحترمين. وكشفت المخرجة منال الصيفي التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت به في الفترة الأخيرة. الله يرحمك يا أطيب الناس، نجوم الفن ينعون أشرف مصيلحي. نعى عدد من الفنانين زميلهم الفنان أشرف مصيلحي الذي رحل بعد صراع مع المرض، ومن هؤلاء الفنانين نبيل عبيد، ريهام عبد الغفور، هند صبري، أشرف عبد الباقي، وهاني رمزي. كتبت الفنانة نبيل عبيد على صفحتها على إنستغرام نصا: البقاء لله، خالص العزاء لزوجتي المخرجة نوال الصيفي، ربنا يصبرها ويصبر عائلته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكتبت الفنانة هند صبري على صفحتها على إنستغرام نصا: أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة وتهذيبا، الله يرحمه ويصبر زوجته الصديقة منال الصيف وأولادهم وإسرته. شاهد عادل إمام في عزاء الفنان أشرف مصيلحي. غيب الموت الفنان أشرف مصيلحي صاحب 49 عاما بعد تدهور حالته الصحية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان أشرف مصيلحي. لا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.